البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفاتنا، بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس عند الله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يتألم بمقدار مع الجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا يلتزم أنه كما يقدم عن خطايا الشعب هكذا يقدم عن خطايا نفسه، ولا يأخذ أحد الكرامة بنفسه، ولكن الله يدعوه كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه وحده ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة إلى الأبد على طقس ملكي صادق. هذا الذي من أجله الكلام كثير عندنا وعسير التفسير، إذ قد صرتم ضعفاء في مسامعكم، لأنه إذ كان ينبغي لكم أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجون إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يرضع اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر، لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين في شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية وأسيا وبيثينية، بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان، للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة، أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. وفي ذلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرضي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظوه، ظانا بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدمه في تلك الليلة، كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل، ونور أضاء في البيت، فلكز جنب بطرس وأقامه وقال له: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: طمنتك والبس نعليك. ففعل كذلك، فقال له: التف بردائك واتبعني. فخرج وتبعه، ولم يكن يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأن ما رآه هو رؤية. فلما جازا المحرس الأول والثاني، وأتيا إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة، انفتح لهما من ذاته. فلما خرج وجاز زقاقا واحدا للوقت، ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال: الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكه ونجاني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يوحنا الذي يدعى ماركوس، الموضع الذي كان فيه يجتمع الجمع ليصلي. فلما قرع بطرس باب الدهليز، خرجت جارية اسمها روضة لتجاوبه. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح غلقة الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف على الباب. فقالوا لها: أنت تهزين. أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو الحاصل. فقالوا لها: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا. فأشار إليهم بيده قائلا: اسكتوا. وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال لهم: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما بحث عليه ولم يجده، عذب الحراس وأمر أن يقتلوا. ثم خرج من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطاً على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، وصاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من مملكته. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب قائلا: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 18 بقونة. أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 321 للشهداء اللي بتوافق سنة 605 ميلادية، تنيح القديس البابا دميانوس البطريرك 35 من بطاركة الكرازة الماركوسية. اتولد في الإسكندرية من أبوين مسيحيين، ربوه تربية مسيحية حقيقية، ومن صغر سنه كان نفسه يعيش حياة الرهبنة، ولما كبر راح برية شهيد وأصبح راهب، وبعد فترة راح دير الآباء غربي الإسكندرية، وعاش في نسك وتقوى ونمو في الفضائل الروحية. علشان كده استدعاه البابا بطرس البطريرك 34 وأصبح سكرتير ليه، وزاد في السيرة الروحية العميقة. وبعد نياحة البابا بطرس اتفق رأي الأساقفة على ترشيحه، وفعلا تمت رسامته وأصبح البابا دميانوس البطريرك 35. واهتم بتعليم شعبه الإيمان الأرثوذكسي المستقيم والعقيدة السليمة، ورعايتهم أحسن رعاية، وأحبوا الجميع، وقاوم كل التعاليم الخاطئة في الإيمان والعقيدة. حتى بطريرك أنطاكيا لما انحرف عن التعاليم الأرثوذكسية الصحيحة ومش عاوز يتوب، عقد بابا الإسكندرية مجمع وحكموا عليه بالحرمان من الكنيسة. ولما أكمل البابا دميانوس سعيه الصالح تنيح بسلام بعد ما جلس على الكرسي المرقسي حوالي 36 سنة. بركة صلواته تكون معانا. أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 1968 ميلادية، في عهد القديس البابا كيرلس السادس، تم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة، في احتفالات كبيرة جدا بمناسبة عودة رفات الشهيد ماري ماركوس الرسول كاروز الديار المصرية من روما. حضرها كتير من البطاركة، وحضر الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا، ونقلت الاحتفال وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. بركة صلوات الشهيد العظيم ماري ماركوس الرسول فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داوود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا. باسم الرب إله القوة، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه قائلا: ماذا يقول الناس في ابن الإنسان من هو؟ فهم قالوا: قوم قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات.